بعد ما طلعت الفكرة بدأنا نبتدي نشوف هنعرضها ازاي. احنا سجلنا برزنتيشن لكل الافراد اللي تعاونوا في الفكرة بتاعت المشروع، وخاصة الاستشاريين اللي هم ابدعوا في الكونسبت والديزاين والشكل، وهم لما شرحوا الموضوع ده كان اكتر من اي سيلز هيشرحه، لان هو اللي طالع بالفكرة، هو صاحب الفكرة. بحاول اعمل حاجه جديده، حاجه مختلفه عن الطبيعي اللي بيحصل في كل الايفنتس بتاعه الريل استيت. ففكرت ان احنا نعمل حاجه فيها انترتينمنت وفي نفس الوقت تبقى نعرض البرزنتيشن بشكل لطيف. بقالنا فترة مع الماركتينج تيم بنحضر، فقلنا نعمل موفي ظريفة فيها برزنتيشن صغيرة على المشروع مختصرة. موجودين في السوق من سنة 1987، ودايما بالنسبة لنا فكرة التنفيذ والتسليم نحاول نبقى ملتزمين دايما بمواعيدنا وملتزمين بالمواصفات اللي احنا بنقدمها. مختلف عندي ان انا عندي ماستر بلان كويس، هو لما باجي اقارن باي حد تاني موجود في السوق، انا عندي اقل نسبه فيو عندي للجار 27 متر، في فيوهات واصله ل 200 و250 متر فيو، وده حاجه مش موجوده. الهيرو بتاعي الماستر بلان. زي ما ربنا قدرنا وسلمنا عشرات المشاريع، وربنا يقدرنا بإذن الله ونسلمهم في ميعادهم ونسلمهم بالشكل اللي اتفقنا عليه.